انطلق مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة تحت شعار الإنسان والحلم بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن بمصر والعالم، وكان اللافت حضور أكثر من ثنائي بهالمهرجان. بإطلال ما سلمت من الانتقاد، طلت زوجة أحمد السقا الإعلامية مها الصغير بفستان فوشي مع جاكيت أسود فضفاض بتكلفة $2000 تقريبا، بينما اختار السقا إطلالة سودة بالكامل بما فيها الإكسسوار. محمد الشرنوبي وخطيبته راندا رياض اختاروا إطلالة متناسقة مع بعض، اعتمدت فيها راندا فستان أبيض طويل بفتحة عند الرجل، ونسقت معه إكسسوار فضي وشوز باللون الأبيض، أما الشرنوبي فظهر ببدلة سودة وشوز من نفس اللون. الثنائي محمد فراج وخطيبته بسانت شوقي لفتوا الأنظار بلوك مختلف، اختارت فيه بسانت فستان طويل باللون الأخضر مطرز من عند منطقة الصدر بعدة ألوان مع فتحة من عند الرجل، كل هذا مع مكياج هادئ وتسريحة شعر مرفوع. أما خطيبة فظهر بلحية طويلة مع بدلة كلاسيكية سودة بالكامل. الفنانة روجينا طلت مع زوجها أشرف زكي فستان خمري ضيق من فوق وممسوك من عند الوسط وبينتهي بتصميم منفوش من تحت، أما زوجها فطال ببدلة سودة بتصميم كلاسيكي. آيتن عامر ظهرت بفستان ذهبي لامع ضيق أبرز رشاقتها وأنوثتها، أما زوجها فطال ببدلة باللون الأسود. بالنسبة للثنائي عمرو يوسف وزوجته كندا علوش فكانت إطلالتهم نص موفقة، اختارت فيها علوش فستان طويل باللون الزيتي مع حقيبة إيد صغيرة من غير أي تعقيد لتسريحة شعرها، أما زوج عمرو طال ببدلة باللون الأسود. آسر ياسين طل مع كل العيلة على السجادة الحمراء واختار لهالمناسبة بدلة باللون الأسود وفيونكا من نفس اللون، أما زوجته فاختارت فستان باللون الأسود مكشوف من عند منطقة الخصر واعتمدت تسريحة الشعر مهدية على الكتف. لاعب الكرة السابق محمد زيدان خطف الأنظار خلال ظهوره مع زوجته ميناس، طل فيها ببدلة سودة مع فيونكة من نفس اللون، وتألق زوجته الفستان باللون الأبيض مكون من طبقتين، الأولى قصيرة ومطرزة بفصوص فضية والطبقة الثانية من التول الأبيض اللامع بفتحة عند الرجل. برأيك من أكثر كابلز لفتوا الأنظار بهالليلة؟